احنا بقى ايه في مدينة هي مدينة شهلي، مدينة قديمة قوي، ليها حكاية في انشائها. بس بص بص ازاي عندهم افكار جهنمية. قال لك الحاجات تبقى ضيقة كده عشان ما فيش جيش يقدر يخش، واحد او اتنين يعدوا يروح ضربينهم بالطوبة بالنبال بالحاجات يخلصوا عليهم. ايه الحكاية دي؟ مدينة شالي دي اتبنت سنة 1200 وشوية سنين بسيطة في القرن 19. جت موجة مطر رهيبة جدا، والمكان هنا مطر قليل لكن ميته اللي تحت الأرض كتير. راحت جاية المطر ديب يعني سيول دغدغت المدينة، فنزلوا بقى في الوادي تحت. طب هما ايه اللي طلعهم فوق؟ هقول لك بقى سيدي ايه اللي طلعهم فوق لما نطلع فوق. شوف يا سيدي بقى، في قديم زمان في سالف العصر والاوان كان في مدينة تحت او واحة تحت فيها مية، ربنا رزقها بالميه، اسمها أغورمي. وكانوا السكان عايشين وفي ميه ففي خير، في نخل طلع بلح وزيتون، شجر زيتون وحاجات كتير بقى بيزرعوها عشان ياكلوا ويتبسطوا ويعيشوا. لكن طبعا محدش سابهم في حالهم. ليه بقى؟ لان القوافل كانت بتيجي من المغرب ومن اسبانيا لما تخش بقى افريقيا كده وتيجي تمشي يعدوا على سيوة هنا، لانها ايه خير في مية. المكان هنا خلي بالك احنا بنتكلم مش على مكان مرتبط بالديانة الاسلامية او تاريخ الاسلامي، لان احنا ابعد من كده بكتير. هنا في معبد امون، لكن في أغورمي بقى اللي بقول لكم عليها دي طبعا ما سابوهمش في حالهم. شو كل شوية غارة من الناس يضربوهم وموتوهم وبتاع، ومات منهم ناس كتير واتبهدلوا لغاية ما فضل منهم 40 راجل. 40 راجل قالوا نعمل ايه بقى عشان نتفادى الغزوات دي؟ نطلع حتة عالية زي نفس فكرة حكام كتير، كان ده المنطق زمان، ونبني سور كبير قوي ونعمل مدينة لينا ونعمل لها باب صغير كده، يعني كده اللي سموه باب انشال يعني باب المدينة، واللي تطور بعد كده سموها شالي. الباب ده يخش منه فرد واحد، وفيه بقى شبابيك صغيرة كده لو أي حد دخل وفي واحد قاعد عليه، لأنه الصبح مفتوح بالليل يقفله. ومش الحال تصدقوا إن هم أمنوا نفسهم، وبعد 100 سنة عملوا باب تاني اسمه باب اطراد. ده باب سري بقى، باب سري هم بس اللي يعرفوه اهالي الواحد. وبعدين عم قدوحة بقى عملوا باب للستات بس، والباب ده ظاهر يعني شقوه في بيته عشان كده سموه باب قدوحة. لما تيجي تبص كده انا عايز بقى ايه حد من زمايلي يشوف الناس البنا كان عامل ازاي زمان ويشوف القبح اللي تحت. في 1826 جه السيل اللي اطاح بالمدينه دمرها، وزي ما بيقولوا جاب عليها وطيها، وبعدين بدات الناس تنزل بقى. طبعا ما كانتش بتبني الشكل الفظيع اللي انتم شايفينه ده، الشكل اللي هو ممكن يكون حاجه حديثه، بس مش كل حاجة حديثة تنفع في أي حتة، لأن المكان هنا ليه مذاق. فتكوا بقى في الكلام، الواحة دي كانت مفتوحة يعني كده مفيش أي مشاكل فيها، وهي مصرية من أيام الفراعنة. إنما عمك محمد علي بقى هو الحاكم المصري اللي بعت قوات وجي ياخد الضرايب، مفيش تفاهم. عمك الدكتور احمد فخري ده بقى عمل حاجه موسوعه كده
زي موسوعة عمك جمال حمدان اللي هي شخصية مصر. عمل موسوعة عن واحات مصر 5 أجزاء من ضمنها جزء متكامل عن سيوة. هنا بقى في البيوت ديت اللي ما شافش مسلسل أو ما قراش رواية عمنا بهاء طاهر واحة الغروب أو ما قراش حاجة عن سيوة من كتاب الدكتور أحمد فخري يعرف بقى حكاية الغولة. والله هو مناسب إن أنا أحكيها لكم، ومش عارف لو قعدت على الصخرة دي هيطلع منها أي حاجة. بيقولك يا سيدي بقى الغولة إيه يا عم الغولة دي؟ قالك الست لما جوزها يموت يعني تبقى أرملة، يقولك دي عينيها بقت شرانية ووحشة وفيها حسد وبتاع حاجات زي كده. نعم فيها إيه؟ قالك متعملش حاجة، إحنا ناخدها عند عين طاموسي عند العين ديت وتقلع كل هدومها ويقلعوها كل الحلي اللي عندها كل حاجة تبقى كده إيه تمام، وبعدين ينزلوها في العين تستحمى وبعدين يلبسوها لبس أبيض طوب أبيض كده وياخدوها. كل اللي بيعملوا دول ناس كبار في السن عواجيز، وياخدوها يحطوها في أوضة ويجيبوا لها الأكل. الأكل ده عبارة عن أي حاجة بس ما فيهوش لحوم، يعني ما فيش لا فراخ ولا لحمة ولا كلام من ده خالص، وما تتكلمش مع حد حتى قريبها ولا بتتكلمش غير مع الستات العواجيز. تقعد كده كتير 4 أشهر و10 أيام مفيش تفاهم، لا بتستحمى ولا بتسرح شعرها ولا بتقص شعرها ولا بتعمل تحط الكحل، زمان كان لازم يحطوا كحل، ولا في اي حاجه خالص. قاعده في الاوضه محبوسه بس. وبعدين بقى يحصل ايه؟ نقوم نقف شويه بقى بس يا سيدي. الـ 14 والـ 10 أيام خلصوا، هنعمل ايه في الست دي بقى؟ خلصت فتره العزله. قال لك هتخرج كده؟ لا، ده طلع للخروج قصه كبيره. قال ايه؟ قبليها بيوم يخرج واحد يمشي في القريه كلها او الواحه وراكب حمار ومعاه طبله، دربت دربت دربت، الغوله هتطلع بكره، الغوله هتطلع بكره. كويس خلاص. تاني يوم العيال الصغيرين تمشي تقول الغوله هتطلع دلوقتي، الغوله هتطلع النهارده دلوقتي، اللي يمشي يملوا الواحه كلها يقول الغوله طلع. بعديها بشويه كونوا الرجالة بقى راحوا الغيطان والحاجات وكده، والستات تستخبى كلها والعيال يستخبوا، واحد بقى من قرايبها يطلع فوق السطوح ويقول بيتها، يقول الغولة هتطلع دلوقتي. قوم تطلع بقى الغولة، يوم كله استخبى لأنها إيه؟ نحس، وأي حد هتقرب له هتحسده وتعمل له فيه مشكلة وشر، فيها روح شريرة. بعدين بقى خلاص هي بقى تقف فوق السطوح، تطلع فوق السطوح، وبعدين بقى تفاصيل تانية كتير. المهم انها في الاخر بتستحمى وتتكحل وتلبس وتبقى ايه، تاخد بقى الاول حاجة زي خوصة او حاجة وترميها من فوق سطوح بيتها، لو نزلت على واحد يبقى نهار واسود، يبقى فيها مصيبة هتحصل. الاول ما تعمل كده يبقى هي بقى اتطهرت وبقت تمام الغولة، بقى تروح بقى بيتها تلبس وتتوضب وتلبس الزينة وتتجوز. لا، تقعد لها سنة الأول، سنة ما حدش قرب من حتة، وبعدين بقى تعيش حياتها. طبعا دلوقتي بيقولوا إن بعد ما عاد شوية بقوا 4 أشهر و10 أيام دول بقى و40 يوم. دلوقتي أنا سألت سكان أو من أهالي الواحة ناس، فقالوا إن العادة دي خلصت خلاص. طبعا الدنيا بتتغير لكنها حكايات، وانا مبسوط ان انا بحكيها لكم لانه ده اهلنا ناسنا عاشوا حاجات انت ممكن تعتبرها حلوه، ممكن واحد تاني يعتبرها فيها قسوه، يعتبرها وحشه، يعتبرها اي حاجه، لكن من الجميل ان احنا نتذكر ناسنا هنا في شالي، وهذه الواحة الموجودة من عمق التاريخ من الأسر الفرعونية
اللي احنا بكفاءة عالية قوي بنحاول نفسد جمالها معرفش ليه. صحيح في حاجات بتحصل في ترميم وفي حاجات كويسة، لكن الحكاية محتاجة نظرة فيها ثقافة. فأنا مبسوط جدا إني شفت المدينة اللي كان عايش فيها جدودنا، وهي مدينة الحقيقة يعني تبدو أطلال لكن فيها كلام كتير.